السلام عليكم. اليوم كانت الجلسة تقريبا 29 ديال المرحوم والدي الله يرحمه. في هذا النهار اليوم هذا النهار كان هذه الجلسة كانت شوية مختلفة على الجلسات اللي فاتوا. رجعت لي كل شيء جديد. اليوم جابوا اليوم حضرت المتهمة الرئيسية القصير. عمري بكيت قدام الكاميرا، عيش شفتها اليوم. رجعت لي الجريمة ولدي من جديد. تفكرتو مسكين كيفاش تقتل بديك الطريقة. عي هذيك هي داخلة والناس تيشوفوا فيها. واش هذيك فعلا هذيك قادرة تقتل داك الولد مسكين بديك البنية الرياضية بحال هكاك؟ إلا وكان دارت إلا ولا داروا له شي حاجة، وفعلا غيتأكد بأنه كان مخدر. خدروه عاد داروا فيه ما بغاو، لأن عارفين ما غيقدروش عليه بوحدو. يستحيل هذيك هي اللي قتلت لي ولدي. كاينة هي، كاينة ومعاها وحدين اخرين ومتسطرين معاهم. للاسف التحقيق، انا ما تنضربش في مؤسسه التحقيق، اعتز بها واحترم مؤسسه التحقيق. تنضر على التحقيق اللي دار في قضيه ولدي اللي كان كله تستر على الشركاء بواحد الشكل سافر. كيفاش يقتنع قضيه التحقيق بالدفاع عن شرف السيد مسكين الله يرحمه؟ كان كوما، ما دافعش على راسه، راه ما دافعش على راسه نهائيا. اش من دفاع على النفس الدافع على راسه؟ هو مسكين ما هز لا يد لا رجل. كيفاش اقتنع بهذا؟ وكاميرات، كاين تسجيل ديال الكاميرات تتبين القاصر خارجه ومعاها وحدين اخرين. كيفاش اقتنع بهذا بالدفاع عن النفس؟ والخبره اللي دارت على الهواتف، تم ضبط جوج الارقام تما اللي ديال خوها وديال خالها. زياده على اخرى واحد شهاده ديال الشاهد الرئيسي ما اعتبرهاش نهائيا، اللي تاكد وتعاود ان كان مع المرحوم واحد كان معه وقت الجريمه. انا غنبقى الاخر رمق، غنموت هنا تنوقف على حقيقه ولدي. امر بالاحضار اليوم، تفعل الامر بالاحضار ديال الشهود كاملين، وفعلا جاو، الا الامر بالاحضار ديال الطرف الاخر. للاسف الطرف الاخر عيت نجبدوا الامر بالاحضار ديال الخوت ديال القاصر. ممثل النيابه العامه ما عرفتش علاش يتشنج، ما عرفتش. تيقول لك هذوك راه صيفطنا من البوليس وما كاينينش، ما تيلقاوهمش، مشاو البوليس يشوفوهم وما كاينينش. هذوك ما نعرف، هذوك ناس خارج القانون. اصلا انت في مرحله التحقيق راه توجه لي من الامر بالاحضار وما تيجيوش، ما تيجيوش، ما تيجيوش هاد الناس، ما تيلقاوهمش. سبحان الله العظيم. هذا انا ما تيضرنيش التاخير، يكون تاخير عاد تكون النتيجه في النهايه. اليوم النيابة العامة اعتبرت الملف أنه جاهز ومجد المرافعة ديالو، في حين أن الهيئة كان عندها رأي آخر. ومشكورة من هذا المنبر، لأن خاصنا نوقف على حقائق. ما يمكنش ملف يتناقش باعتراف، واعتراف اللي بدائي، اعتراف كون عين ضبوط وثابت. كاينين معطيات خاصة تكون في الملف، كاينين معطيات ناقصة كبيرة، خبرة تقنية، شحال من حاجة، ملابس ولدي مسكين اللي تحجزات ما كايناش عليها شحال من حاجة. وأنا بهنا، أنا قلت لك تنموت هنا، تنوقف على حقيقة ولدي. شكرا على المواكبة ديالكم، الله يجازيك بخير، شكرا على أنا الأب ديال المرحوم أنوار اللي كان تقتل في الشقة ديالو في حي مسنانة في الأخر ديال 2022 شهر 11 بالضبط. اليوم كانت عندنا الجلسة 28. يعني راه عندنا ماراطون ديال الجلسات. بدورها تأجلت اليوم حتى ل 15 في شهر 10. أول مرة يحضروا اليوم المشتبه فيها الرئيسية، اللي هي عنصر من الجريمة، هي عنصر رئيسي في الجريمة. ولكن كنقولوا حنا من النهار الأولاني ودابا كاين عندنا دلائل أنها ما قتلتش هي. هي دارت الدور ديالها، استدرجت ودخلت وخضرت، ولكن اللي قتلوا واحدين آخرين، لأن عندنا معطيات. وبطبيعة الحال راه ما غنقولوش كل شيء، كاين حوايج غيتقالوا في وقتهم، لأن ما خصهاش عاوتاني كما كنقولوا ما كديرش البيض ديالك كامل في سلة واحدة. كاين معطيات، عندنا معطيات أخرى غادي ندلويها في الوقت المناسب إن شاء الله. المحامية ديالنا تقدمت جدة الدفعات اللي كنا درناها من قبل، وكانت الهيئة السابقة استجبت، ونتمنوا أن الهيئة هذه حتى هي تستجب، لأن ما كنبحثوا حتى على شي حاجة مستحيلة، كنبحثوا على حقيقة ديال مقتل شاب، بغينا نعرفوا الحقيقة. أما تجي تكذب عليا تقول لي راه وحدة قتلاتو، ديك الشيء التصريحات ديالها ما كتنطبقش على مسرح الجريمة. أنا شفت بعيني مسرح الجريمة،
والتليفونات اللي تواصلت معهم كانوا في مسرح الجريمة، في حين أن الخال ديالها اللي عنده التهمة فقط ديال هذيك إخفاء المسروق هو كان في كان في طنجة، في حين كيقول هو أنه كان قيل خدام في المطعم، ما كايناش نهائيا بحث معاه أو في المطعم اللي خدام فيه ولا في شهود اللي كيدلوا بأنه هذاك النهار ما كانش كان خدام في المطعم. وهذا الشيء هذا بوحديته راه كيبين ان هذا الملف راه ما مبنيش على الحقائق، داك الشيء ماشي مؤسس هو هذاك. ما تكذبوش علينا، ما استحمروناش. حنا راه ماشي اعطونا شي حاجه منطقيه الله يرحم الوالدين. لا ما يمكنش نحاربوا جريمه بهذه الطريقه هذه. نحاربوا الجريمه يتعاقب المجرم الحقيقي. حنا ما كنطلبوش من المستحيل، بغينا اللي المجرم حقيقي وقنعونا، إلا كانت هي اللي قتلت بوحديتها أهلا وسهلا، ولكن وضحوا لنا، أعطيونا الدليل. ما جبناش حنا شي حاجه مستحيله، ها الدلائل ها القرائن فسروا لنا سيدي. هذا الشيء كما كيقولوا كثره الهم كتضحك. المشتبه فيه قال لك لم نهتدي اليه، وهذا مشاو جابوه بالزربه دابا فرمشه عين، مشاو جابوه لان حارس العماره. احنا المصرحين ديالنا ديال العائله راه فلاوهم، الجيران اصدقاء المرحوم حنا كعائله، ولكن الطرف الاخر ما كاينش نهائيا. اذا مش نعرفوا الحقيقه كي غنديروا نعرفوا الحقيقه وحنا الطرف الاخر ما عارفين ما عندنا عليه حتى شي معطى. فين البحث المحيطي ديال المحيط هذيك العائله؟ نهائيا ما كاينش. والمهم راه كاينه شي حوايج غادي تقال من بعد ان شاء الله كنوعدكم. هذا راه كله غموض، راه كاينه مجرمين اخرين مخبعين. انت كتقول لك هذا التنقيط ديالو انه داخل المغرب من 2017 وفي الاخر لم نهتدي اليه، لا فين كاين هاد القياده؟ علاش ما يجيش المحكمه يسمعوا له؟ خوها علاش ما يجيش؟ وعنده العنوان ديالو ورقم البطاقه وكاع، لم نهتدي اليه. كيفاش لم نهتدي اليه؟ عنوان ديال مرتيل ديال السكنه ديالو برقم البطاقه بكل شيء، واش الدوله كامله حرفت لا باش توصل هذا الشخص هذا؟ لم نهتدي اليه باش نحكموا واحده اخرى بتهم ربما ما دارتهاش هي نهائيا. عندها المشاركه، نعم عندها جزء من الجريمه، هي استدرجات لان اعطيونا سيدي داك الشيء اللي ضرب الحوار بيننا وبين المرحوم. انتم غبرتوا البورطاب ديالو، غبرتوا البيسي ديالو، حوايجو كاملين عندنا بزاف، عندنا حوايجو ما دارتش عليهم، ما استغلوش مسرح الجريمه. علاش المسرح داك الشيء بدائي؟ انا نقول لك داك الشيء بدائي، ما كانش تحقيق تفصيلي، كان تحقيق تدليسي، كان تدليس سميناتي. اما الحقيقه راه باقا مخبعه.